شباب ما ترميش اللوم على حد، ارمي اللوم على نفسك وبس. هات لي واحد في العالم كان ناجح وهو بيحكي قصة حياته رمى اللوم على حد. انسى، ما تدورش، مش هتلاقي اصلا. ما تحاولش تدور عشان مش هتلاقي اصلا. كل الناس اللي نجحت في حياتها ما رميتش اللوم على حد. لو دورت في السي في بتاعها مش هتلاقي اصلا كلمة لوم واحدة. بلاش كلمة ما حدش دعمني، بلاش كلمة فلان ما دعمنيش، بلاش كلمة الناس ما كانتش واقفة جنبي. اتعلم دايما تمشي بقانون نيكست. فشلت نيكست، نجحت نيكست، اللي بعده على طول. فيها ايه لو فشلت؟ مفيش اي حاجه. اقلب الصفحه على طول. نجحت، اقلب الصفحه على طول. النجاح اللي بعده. فشلت، اقلب الصفحه عشان تنجح في النجاح اللي بعده. امشي بقانون نيكست على طول. امشي بقانون نيكست وكمل عشان احنا نقدر نبقى احسن ونقدر نبقى ناجحين باذن الله.